نيته. انت مالك بس؟ ايه اللي مضايقك؟ اصل انا خاطب. انت خاطب؟ خاطب كتير عليا. ايوه خاطب. ما قلتليش خاطب واحده حلوه يعني؟ حلوه. ايوه قمر. بجد؟ عارف نور؟ نور مين؟ بتاعت مهند. عارف. هي نور. يا سلام. يا نهار اسود على جمالها. جميل. يا نهار طول. ايوه بعرض. يا ولا كده بتمشي كده؟ عمرك شفت واحده تمشي كده؟ لا. دي بتمشي كده على تراتيف سوابعها. يا بخت. ومخطوبين ومش عارف اتجوزها، بقالي 27 سنه خطيبها. 27 سنه خطيبها. 27 سنه. ايوه 27 سنه خطيبها. مش بكون نفسي. 27 سنة بتكون نفسك. 27 مش عشان اجيب الشقة. 27 سنة عشان تجيب الشقة والعفش. 27 سنة عشان تجيب العفش يا مفتري يا تبت. طب يا غيتت يا تبت. يا تبت يا غيتت. مش لازم افصل بدلة؟ اتفصل بدلة ب 27 سنة. الله. 27 سنة يا بايخ. مش لازم المعازيم يجوا واعزمهم؟ هتعزمهم في 27 سنة انا. امال اعمل ايه؟ 27 سنة انا. ده انت ظالم يا ولا. مش بكون نفسي. تكون نفسك في 27 سنة انا. اديني كونت. ده انا كنت قد كده. شوف بقيت قد ايه. سيبها 27 سنة والجمال ده كله انا. بالجمال ده كله استحملتني عشان بتحبني. بتحبني. تحبك على ايه؟ لو شفت جمالها. يا نهار ليش. الواحد متجوز جاموسه. انت متجوز جاموسه؟ ايوه. بقالك كام سنه؟ بقالي 27 سنه. على ايه حكايه 27 دي؟ 27 سنه متجوز جاموسه. ايه سبعة وعشرين على الأقل أنا اتجوزت. أنت ما اتجوزتش خالص. ما احنا مستنيين. بس هي عزماني النهارده. عزماك؟ عزماني على العشاء. بجد؟ عاملة لي صينية بطاطس. صينية بطاطس؟ قالت لي تعالى بسرعة وأنت معطلني. أنا عايز أروح لها بقى. لا روح لها عشان نحتفل أنا وهي. تحتفلوا؟ وبعيد خطوبتنا ال 27. هتعقدني. ليه؟ روح لها. روح لها.